السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع استثماري بيعطينا 30 دولار بونص عند التسجيل، وديعة لينا في الموقع أول ما بنسجل فيه، والحد الأدنى للإيداع في الموقع 20 دولار. يعني لو ودعت 20 يبقى عندك 50. بس أنا عن نفسي مش هودع، أنا أعمل فيديو بس عشان البونص. لو عملت فيديو وقدمته لهم بتحصل على بعد المراجعة ممكن تحصل على 25 دولار، يبقى انت كده عندك 55 دولار في الموقع، وربنا يسهل وناخد البونص ونستفاد من الموقع. دي يا شباب كده واجهة الموقع زي ما انتوا شايفين. الموقع هنا بيقول لك اهو بيعطيك 2.4% الحد الأدنى للإيداع 20 دولار ل 99. الخطة التانية بتدينا 3.3% برضو. الخطة بتبدأ من 100 دولار و 399، واللي بعديها ب 400 دولار تدينا 4.2% لحد 699، واللي بعديها بخمس لحد 5000 من 700 لحد 5000 تدينا 5.1%. هنا دي زي نظام آلة حاسبة، بتحط هنا المبلغ وتختار الخطة اللي انت هتشتغل عليها، وبيقول لك أرباحك يوميا هتبقى قد ايه. دي واجهة الموقع يا شباب كده من الخارج، لسه مفيش سحوبات. الإيداعات فيه 13600 أو 113065، ودي البنوك اللي بيدعمها، وده الميل ممكن تكلمهم عليه أو تكلمهم من هنا أهو. طريقة التسجيل في الموقع يا شباب هنيجي من فوق كده، بتيجي من هنا اهو. او ممكن من هنا يا شباب تفتح الخانة ديت، هنا الدخول، اهو يا شباب بتيجي من هنا يا شباب، بتحط هنا الاسم واللقب، وهنا الاسم اليوزر نيم، وهنا الباسورد وقعت الباسورد والايميل وقعدة الايميل، وهنا دي المحافظ، ممكن تعين اي محفظة، باير، بريفكت ماني، بيتكوين، لتكوين، دوك كوين، سيريو، لتكوين، بيتكوين كاش داش. وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي للدخول، بنحط الاسم والباسورد يا شباب ونعمل تسجيل دخول. دي الداشبورد بتاعتنا يا شباب في الموقع. اول ما بتخش كده بتلاقي هنا عندك ال30 دولار اللي هو الموقع حطهم لك، ودي تاريخ التسجيل بتاعك في الموقع. طبعا من هنا تقدر الاعدادات لو عايز تخش غير اي حاجة، وهنا وزي ما قلنا الوديعة بتاعتنا اهي، الموقع مدالنا هدية التسجيل. هنيجي من فوق يا شباب، لو انت هتودع في الموقع بتخش تاني خانة ديت، تختار الخطة اللي انت عايزها من النقطة دي كده. اتعلم على النقطة دي كده يا شباب، هنا تبدأ من 20 دولار اقل حاجة، هتلاقي المبلغ هنا حطهولك اهو 20 دولار. بتعلم على المحفظة اللي انت هتشتغل عليها ولو كان يعني البير، وهتعمل ايداع بيحولك على التأكيد، بتقول له اوكي وبتكمل معاه، بتحاول تعلم على الدولار وبتعمل الايداع يا شباب. بس ما عنديش رصيد ان انا اودع. بعد كده يا شباب للسحب بنيجي من هنا، لما بيكون عندنا رصيد اهو يا شباب، بيبقى هتلاقي كده نقطة ظهرت جنب العلامة بتاع هنا، وتلاقي رصيد السحب فتح معاك، وتقدر تسحب من الموقع لما يكون ليك رصيد جاهز للسحب. وهنا الإحالات يا شباب، هنا هتلاقي عدد الإحالات، ورابط الإحالة بتاعنا يا شباب موجود هنا تحت أهو، رابط الإحالة
ودي كده كل حاجة عن الموقع يا شباب. طبعا الناس هتقولي طب ابعت الفيديو ازاي، هقولك هتيجي من الخانة دي هنا كده وهتحط رقم الوان الفيديو هنا وتعمله ارسال، وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.